بتحاول بأقصى جهدها ان هي تعمل تنظيمات كويسه للبطوله، سواء من الافتتاح او الملاعب او توفير طبعا الراحه للجاليات اللي هتيجي من المنتخبات ال24 اللي هيبقوا مشاركين في البطوله. امنيا طبعا في تامينات جامده جدا، منظومه الدخول والخروج والتذاكر بيتم تجربها بقالهم يومين بحيث ان يبقى في تسهيل على الجماهير. أنا شايفة أن أقوى فرق موجودة حاليا في البطولة هي الفرق العربية، مصر والجزائر المغرب تونس ومعاهم السنغال، يعني أنا شايفة هم أقوى خمس فرق ممكن يقدروا ينافسوا على البطولة أو على الكاس السنة دي. أكيد طبعا أتمنى النهائي يكون عربي خالص ما بين مصر طبعا وما بين أي دولة عربية تانية، وفي النهاية أتمنى طبعا الكان تكون لدولة عربية. اكيد طبعا حظوظها كبيره جدا ومعاكم نجوم كتير وناس محترفين ومعاكم طبعا نجم كبير زي الرياض محرز بالظبط، هيقدر يعمل فارق كبير جدا مع الفريق عندكم السنه دي مع المنتخب. كذلك برضو هنلاقي في المنتخبات التانيه ناس كتير زي ساديو ماني في السنغال، محمد صلاح في مصر، نبي كيتا، في ناس كتير طبعا موجودين. ويه ويه.